مشكلتنا احنا وين هسه؟ شوف خلني اقول لك اياها. تحدث الاخ محمد عن حرس نينوى وتحدث عن الحشود العشائريه والكذا، وانا هسه اقول لك اذا صدر امر هسه مو من القائد العام، لا القائد العام احنا يخوفنا يخلينا نرجف، من وزير الدفاع، من قائد حشد بغداد، من كذا، يقول انقلوا هذا الحشد العشائري من هذا المكان لهذا المكان، الصبح تلقيها العالم محمله شوالاته ومنقوله، راسا تنفذ الامر مضبوط، وانا مسؤول عن كلامي. وتحدى واحد يعصى الامر، اذا عصى الامر يقولوا له انت ارهابي وانت داعشي وانت كنت تساند الدواعش. وتحدى عندنا حشد عشائري او مجتمع عشائري في محافظاتنا يقدر يقطع طريق اليوم او يطلع تظاهرات يعني يقطع طريق بتظاهره مو بغير شيء، الا يشفتونا جوا ويجرونا من اذنه ويقول له انت ارهابي. محمد لا تصير وطني اكثر من اخوان يقطعون شوارع. ما مهمه الحشود العشائريه الموجوده في السعوديه؟ انا مو وطني، انا مو وطني، انا مو وطني، انا مو وطني، انتم الوطنيين، انا مو وطني، انا ما اتحدث، انا عربي، امتدادي عربي. انت تتحدث لي عن الشبك والشبك والاقليات، كلكم اخوتنا. الاقليات عندهم مخاوف من داعش، الازيديه صاروا قوه براسنا، المسيحيين صاروا قوه براسنا، واحنا ظلينا وكانما احنا جايين خطار على هذا البلد. عمي احنا 80% من المجتمع وبالعينها وساكتين، ياهو يجي يطبينا، ياهو يجي يكبخ بينا، عمي هجمت بيوتنا الله وكيل، يجي الكتاب من بغداد يدعم الحشد الفلاني، يجي القائد من بغداد من الطيف الفلاني على الطيف الفلاني، يعني انا عندي قائد حشد عشائري اريد احكي، قائد حشد عشائري، الحشد العشائري سني يجيبوا لي قائد شيعي، لان السنه احنا ما بنزلم، ما عندنا ضباط، ما حد يقدر يصير قائد، يجيبوا لنا اياه من بغداد بامر قائد الحشد العشائري شيعي، وانا سني، ليش يابا ما اقدر اصير قائد اني؟ ما عندي زلمه اصير قائد للحشود، واذا تجي تخلي سني على قائد حشد ثاني يوم يعلقونه، هذا اخوه كان داعشي، هذا مرته كانت اخوها كان داعشي، هذا نسي. عم اتقوا الله، ما تبنون دوله، ما تنبني بهذه الطريقه، كفيلك الله، صدام حسين جمعت عليه دول العالم وسقطته، اذا بقيتوا بهذه الطريقه للكم معارضه وما تسمعون المعارضه، يجي يوم الا تسقط هاي الحكومات، ويجي يوم الا هاي الناس اللي ماله واللي بزعانه الا تروح تستنجد بالدول الاخرى وتسقط هاي الحكومات، مو هذه طريقه الاداره، ديروا البلد بالطريق الصحيح، الاعوج افرك اذنه واعاقبه، والخوش ادمي اكرمه، اما والله ما تقبل واحد ينتقدك لان عندك خطا، وصلح الاخرين ونجاح الاخرين تنتقده